تعمل هيك ما راح يتقبل. صباح النور. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. ازيك عامله ايه اخبارك؟ تفضلي. سهلا امال. امال كنا عم نحكي عن الحكواتي وهالمهنه اللي بصراحه انا شخصيا بحسها من انجح الوسائل لنقل اخلاقيات للطفل. خبريني قد ايه بيساهم الحكواتي بزرع هاي الاخلاقيات بطريقه صحيحه بنفوس اطفالنا؟ طيب اولا الكلام اللي كان قبل كثير حلو، كان نفسي ادخل معاكم بالنقاش لاني كثير بحكي مع الاطفال. ما راح شيء. هلا الحكواتي هو اصلا قص عم بيحكي قصه بس باسلوب معين. فانت عندك قصه عم تحكيها، طبعا هو في البدايه لما نرجع للحكوات القديم، الحكوات قديما كان له هدف معين اللي هو التسليه وكمان زرع القيم وحكايات شعبيه قديمه صارت من زمان. هلا لما نيجي نحكي على اليوم الحالي اللي احنا فيه، اللي انا شغاله فيه، هذا مجالي انا، عندي قصه اولا فيها اللي حكتها انت التسليه، هاي بالنسبه لي جدا مهم جدا اني اسلي الطفل، ازرع فيه قيم معينه بشكل غير مباشر لانه صحيح. الطفل هلا ذكي جدا، يوم تيجي تعطيه معلومه معينه بيعرفها انه انت جاي تعلميني، لا انا بعرف كل شيء على فكره. فبشكل غير مباشر سلس وسهل وبيطلع من الحكاية متسلي ومتعلم وفرحان، وكمان ممكن هو يحكيها، يحكيها لأخوه، يحكيها لصديقته، يحكيها لأي حدا. حلو. كمان بشوف أمال أنه أفضل بكتير من العرضة إلى الآيباد طول الوقت والعرضة إلى الموبايلات والأشياء المضرة للطفل، خاصة مع الطفل العنيد اللي ما يقدرش إن هو مثلا تيجي أمه تضربه أو تقول له كلمة جرحة عشان خاطر يسيب الشيء ده أو يترك عادة سيئة، ولكن ممكن أنت توصلي له بالرسالة بشكل محبب جدا. فأنت بتتبعي الأسلوب ده في شغلك، إنك أنت تحاولي مثلا تزرعي قيم بسيطة أو تبعتي رسائل غير مباشرة للطفل بالأخص الطفل العنيد؟ طبعا. يعني احنا عندنا هلا انا عندي بعض القصص احيانا بعرف انه في عندي متابعين اطفال، بعرف انه كل واحد عنده مشكله معينه خصوصا مع الاهل، يعني عندي مجموعه من الاطفال اللي بيضلوا بيستمروا يجوا عنا وعلى الفعاليات تبعتنا وكذا، فبعرف انه في مشكله عندهم، ممكن تكون مشكله طلاق بين الاب والام، ممكن تكون مشكله عند، ممكن تكون مشكله تنمر، حدا بتنمر عليه كذا. فهون باجي انا بدخل القصه فيها شيء خاص فيه. في اطفال اذكياء على طول بيلطوا، انت حكيت القصه علشان انا تعلمين اني انا اعطي اصحابي، لانه البقره بتعطي الارنب بيمسكوني، اللي هم اللي انتم حكيتوا عليهم اللي عندهم قدره شوي فائقه وذكاء عالي. الثانيين لا، بيكونوا شوي يعني ماسكين القصه و بصير يفكروا، بصيروا يحكوا ويتناقشوا معاكي، واللي عن جد بتأثر في القصة بيسأل كثير. أنا هون بحكي أوكي أنا لمست إشي فيه، شو راح يصير بعدين؟ يا أنه حيستمر معنا أنه دائما يجي يسمع قصصنا وهيك، يا أنه يصير يحكي مع الأم والأب. وأنا هون كمان دائما لما أشوف الأم والأب معنا بحكي أنه لما تروحوا البيت، خصوصا الأطفال اللي إحنا بنحكي عنهم، أنه دائما احكوا معاهم، اسألوهم، تابعوهم، لأنه القصة تعمل بس لمسة خفيفة. الأهالي أو إحنا أو المدرس أو المعلم أو أي حدا هو اللي بيكمل. جميل جدا. أمل صراحة يعني أنا متابع لك وبشوف فعالياتك وما شاء الله عليك، يعني أنت فعالة بهذا الجانب واختصاص يعني سلوكيات الطفل وإرشاده، ولكن أحيانا بدي أسألك على الأسلوب اللي بتقدمي فيه الاشياء اللي بتستخدميها في القصص. يعني انا بعتقد كمان يعني حتى انت مهتمه بالاضاءه اثناء تاديتك على المسرح مع الاطفال على المؤثرات، انه تدخليه بعالم ثاني مشان تدخلي لعقله الباطن. هذا الشيء جميل جدا، بس قد ايه الاثر ملموس والفيدباك بتشوفيه انه فعلا انت راضيه على المستوى اللي عم بتشوفيه قدامك؟ هلا انا كحكواتي عندي مجال، عندي صوتي جسمي وحركاتي، او اذا دخلت دميه معي، هاي اللي موجود معي اللي متوفر معي دائما بشكل دائم. اذا في اضاءه بكون انا مبسوطه، اذا في اشياء ثانيه بحب اخذها كمان. هلا صرت اتعلم الكلام من البطن احيانا، مش دائما بس انه بدي ينجذب الي، بدي انا كيانه كله يكون معي ومع القصه. واحنا بنعرف انه احنا عندنا منافس كبير جدا اللي هو الايباد واللي هو التكنولوجيا واللي هو الاشياء الثانيه واللغة الإنجليزية كمان، لأنه الأطفال عندهم هلا
حتى اللي بيقرأ بيقرأ باللغة الإنجليزية، وأنا بقدم الحكاية باللغة العربية، فلازم أستخدم هاي الأشياء. ممكن أروح أشتري مظلة أحط فيها إشي، ممكن أجيب بلالين، ممكن أجيب أنا أصنع ستيج من فلين معين، أي إشي بيساعدني في حكاية الحكاية، وأن الطفل يكون معاي كليا، أنه ما يشتت ما يبعد، والحمد لله بنجح بهذا الموضوع. حلو. يعني طيب أمال، تواصلك مع الأطفال بعد ما تنتهي القصة، هل مثلا استثمرتي السوشيال ميديا بطريقة أنك تقدر ترجعي توصلي للأطفال بعد ما بعد اللقاء أو الاجتماع بينكم بطريقة تكون حلوة ولسه عم تزرع فيهم هاي الصفات الحلوة؟ هلا هو أنا شوي يعني شغلي ماخذ الوقت اني اشتغل على قناه اليوتيوب تبعتي، انا عندي قناه بس ما فعلتها كثير لانه الشغل جدا مضغوطه بالشغل، بس في تواصل بيني ومع الاطفال، يعني دائما الاطفال بيتصلوا علي انا بتصل عليهم، في تواصل مع الاهالي ومعي، خصوصيا الاطفال اللي هم فعليا اثرت فيهم القصص، يعني ما بحكي لك انه 5 6 لا اكثر، فهدول يعني بيحاولوا يكونوا معي وبحاول اكون معاهم، بيتابعوني على صفحتي بالفيسبوك لان احيانا بنزل لايف، احيانا بنعمل يعني جربتها اني اعمل زي برنامج صغير على صفحتي بالفيسبوك اني اتصل عليهم هم ونحكي مع بعض ندردش احنا والاطفال وشو بدكم وشو، عملت زيارات للاطفال بالبيت انه ماما حكت لي انك انت قريت، خصوصيا انه قصه ام ولا زاد اللي هي الحكواتي اللي هي المدافعة عن القراءة اللي بدها تخلي الأطفال يقرأوا، مش مشكلة عربي إنجليزي، إنه المهم الولد يقرأ لأنه فعليا حتى الطفل يستطيع إنه يكبر صح بالقراءة بأي لغة، المهم إنه يكون عنده يمسك كتاب ويكون عنده مفهوم كبير داخله إنه أنا ماشي صح وأنا أعرف أحل بكرة المشاكل. فالأهالي من بعد ما انطلقت مسيرة أمولة زاد إنه هم عشان يساعدوا أمولة زاد ترجع للمدينة تبعتها لازم يقرأوا. طب يا أمولة زاد إحنا كثير وحشنا القصص بلخص أنا، فنحكي لي حدوتة من بيك حلوة كده وظريفة ونستمتع بها. طيب حدوتة أحكي لكم حدوتة بس صغيرة كبيرة اللي أنت عايزة على ذوقك براحتك، بدايتها كان صغيرة. ولو هتستخدمنا لوكلوك ايه لوكلوك لوكلوك اسمه لوكلوك انا اسمي لوكلوك اهلا وسهلا اين نحن يا اموله والله احنا بتلفزيون الفجيره حقا هل استطيع ان اغني طبعا تفضل لا بلاش اغني لا صوته وحش صوتك مش جميل يعني انت انا صوتي رائع لا مش جميل صوتك لانه لو صوتك جميل كان دخلت وفتت علينا وبتغني لا هو صوته شوي مزعج فعليا فدائما بستخدم اللوكلوك انه صوته فعليا مزعج وبيغني اوبرا يعني طب غني لنا شوي طب نسمع حاجه بقى يا لوكلوك يلا لوكلوك افرح على التلفزيون انا لوكلوك لا يا لوكلوك صفقوا لا لا مش اوكي لا يا لوكلوك صوتك مش انا من زمان ما استخدمت الحكي طب سمعينا حدوته صغننه حدوته كان يا مكان في قديم الزمان كان في قرية حلوة صغيرة اسمها قرية البندق وقرية البندق كان فيها بنوتة شعرها ذهبي طويل اسمها تمارة هاي تمارة كانت بتحب تخيط الستاير بس هي فاشلة أنا راح أحكيها بسرعة شوي فاشلة جدا بخياطة الستاير لأنها ما بتعرف تخيط وما حد علمها وهي قررت إنها تكون مثل بقية كل أهالي المدينة بخيطوا ويبيعوا الستائر فخيطت أول ستارة طبعاً هي ما بتعرف مسكت هالقماش وقصت وخيطت وزينت وصارت بدها تبيعه للناس ومين بده يشتري ستارة وفيها ثقب كبير وصارت تضحك على هالناس تقول له مرحبا شو رأيك تشتري هاي الستارة هي صحيح فيها ثقب بس أصلاً ميزتها إن فيها ثقب فيك تطلع راسك وتسوي للناس هاي باي حلو كتير المهم ما حدا عجبه انه يشتري الستاير من تمارة تمارة صارت تحاول تخلي النساء المدينة يعلموها بس تمارة بدها تتعلم بيوم واحد في حدا فيه يتعلم بيوم واحد كل اشي بده صبر وبده جهد وتمارة الا عندت انها تتعلم بيوم واحد وما حدا رضى يعلمها اللي حكى لها 6 أشهر واللي حكى لها 5 أشهر واللي حكى لها سنة وجدتها قالت لها بتقعدي معي سنة ونص حتى تصيري ماهرة في حياكة الستائر تمارة تسمع الكلام وين راحت راحت عند الساحرة وإحنا بنعرف إنه الساحرة ممكن تساعدها
فعلا راحت دقت الباب وطلعت الساحرة. ماذا تريدين يا تمارا؟ أريد أن أتعلم الخياطة. ولكنك ستدفعين الكثير. عادي بعطيك اللي بدك إياه، بدك فلوس، بدك أشياء حلوة، حلويات، أنا عندي. لا، أنا أريد قلبك الطيب. تمارا فكرت أعطيها قلب الطيب، وفعلاً تمارا وافقت وعطتها قلبها ومشاعرها الطيب، وبطل تمارا عندها أي إحساس، لا بتحس بالفرح ولا بتحس بالحزن ولا بالقلق، وآبرة كدابرة صارت خياطة ماهرة، وباعت الستاير لكل الناس، والستاير سحرية خلت الناس جالسين في البيوت لا بيفتحوا شبابيك ولا بيسلموا على الشمس. الشمس زعلت أخذت بعضها وروحت، وصارت قرية البندق في ظلام دامس. تمارا ما عندها إحساس، ما راح تحس، بس الحيوانات هي اللي حست، لأنه ما حدا صار يطعميهم، ما حدا بيفتح الشبابيك ويطعم العصافير ولا البسس ولا الكلاب. راحوا حكوا لتمارا: يا تمارا لازم تروحي للساحرة وتشيل الستاير وتشيل السحر وترجعي قلبك الطيب. بس تمارا كيف بدها تروح وتفهم؟ ما عندهاش إحساس. قررت الحيوانات تأخذ القلب الطيب تبعونها وتروح تحطها وين؟ بتمارا. وهون رجع لتمارا الإحساس، وراحت للساحرة وطلبت من الساحرة إنه شو؟ ترجع لها قلبها الطيب. والساحرة لئيمة قالت لها: أريد شعرك الذهبي الطويل، خذي قلبك الطيب. وفعلا تمارا بعد تفكير قالت: شعري بكرة بيطول، بس أنا لازم أساعد أهالي المدينة. أخذت الشعر الذهبي وقصته وعطته للساحرة، ورجعت الساحرة القلب الطيب لتمارا، ورجعت تمارا القلب الطيب للحيوانات، ورجعوا لعند أهالي القرية وصاروا يحكوا لهم: انتزعوا الستائر، انتزعوا الستائر سحرية. وكبوا الستائر أهالي القرية وطلعوا ينادوا الشمس: عودي يا شمس، عودي يا شمس. ورجعت الشمس للقرية، وتمارا تعلمت أنه تتعلم الخياطة بصبر علشان ما تصير مشكلة كبيرة. بس على فكرة الله الله بس على فكرة تمارا بتعرف تعمل كنافة على فكرة. نحن عنا تمارا بتلفز والله. اوكي طيب جاي لك يا تمارا. مش خياطة يمكن. يمكن مش خياطة. بتخيطي تمارا ولا ما بتخيطي؟ لا بس حبيت الحكاية. هي أطول شوي وفيها أحداث، وبصير كمان نحكي مع الأولاد، والأولاد بيطلعوا على المسرح يمثلوا دور الحيوانات، وكمان هم بيساعدوني إني أقرر. في اولاد بيقولوا لا ايه اعطيها شعرك، في لا ما تعطيها شعرك، في وحده بتقول لك مشارك بيطول صح. بس انت بتساعدي، فهم بيصير في بيننا. وانا اكثر شيء بحب استخدمه بالحكايه انه تفاعل الاطفال، فعشان هيك بستخدم ما بسميه مسرح، بسميه حكايه ومسرحه، حكايه تفاعليه بين تفاعلي مع الاطفال. حبيت كمان اسلوبه، يعني انا الصراحه ما قدرت شيء عنه. هو على المسرح غير وتحلل الكرباك المسرح بتلقينا منطلقه. كنا كثير مندمجين، كثير حلو الاسلوب. قد ايه بياثر هذا الشيء على يمكن اقناع الاطفال تفاعلهم معك بطريقه اسهل، وتحسي انه في فعلا عم تحسي بالنتائج، عم تلمسي، عم تحسي اطفالك عم يتغيروا؟ صحيح اكيد. انت الطفل اصلا، على فكره الطفل فيكي تاخذيه من الايباد ويترك الايباد ويجي عندك بسرعه، بس لازم يكون عندك صبر، ويكون عندك شوية موهبة كابي إنه أنت تجذبي إليك، يكون عندك طولة بال. لأنه يعني البارح أنا كنت بدل ممول، وزارة التربية والتعليم عاملين صيفنا مع القراءة أجمل، كان عندي بس 4 أولاد قاعدين لسه، لأنه في أكثر من فعالية موجودة. مسكت هالميكروفون وحكيت قصة الزروفة الظريفة. لا كنت لابسة زي تاني، لأني بلبس أزياء تانية، بسومة، وبسومة اللي فقدت ابتسامتها، وصرت أنادي وأحكي وأغير الصوت وألعب مع ولد وألعب مع بنت. هاي بداية التحضير أني أنا أجمع الأولاد بدون ما أحكي لهم يلا تعالوا في قصة، بس صوت حركة أنه تعال وبيجوا عندي. فالبارح كنا بلشنا القصة بستة، لكن ختمناها تقريبا كانوا عددهم 20 ولد قاعدين بالهاي، واندمجوا أكثر لأنه صرت كمان ألعبهم بالابتسامة وكيف
فينا احنا نرجع ابتسامتنا بسهوله. والله يا امال انت نموذج جيد جدا، المفروض الامهات كلها يقتدي بيه ويعملوا كده، لانه وحشتنا حتى قصه قبل النوم اللي كنا بنسمعها زمان من ماما وبابا احيانا. فاتمنى ان كل الامهات يمشوا على نهجك ويتبعوكي ويتفرجوا عليكي ويخلوا كمان اولادهم يشوفوكي. انت النهارده شرفتينا ونورتينا، وشكرا جزيلا على قدومك لينا النهارده وتشريفك، وان شاء الله ما كنتش اول مره ولا اخر مره. حابين ان احنا نطلع بريك وتحكي لنا حدوته لوحدنا بقى احنا كده تحت الهواء دلوقتي ولا بعدين؟ لا نطلع بس بريك. اوكي يلا بينا.